مرحبا بكم ألف مبروك لتونس تترشح لدور الربع النهائي. ماناش مروحين كما قلنا البارح، مازلنا قاعدين في الكاميرون وبالتحديد باش نقعدوا في قروا، والماتش الجاي باش يكون ضد بوركينا فاسو نهار 29 جانفي 8 نتاع الليل. معناها عندنا الوقت باش نرتاحوا تقريبا 6 أيام والحمد لله. برافو للأولاد اليوم اللي عطاوا كما كنا نستناو منهم، معناها كانوا رجال في التيران، عطاو 200% من الطاقة نتاعهم. نعرفوا اللي فريقنا ناقص برشا ملاعبية، ناقص الإطار الفني، ناقص برشا حاجات، يلعب ضد نيجيريا وضد الكوفيد، لكن الحمد لله بالقليب والمستحيل ليس تونسي، هذا أثبتناه اليوم. معايا أيمن زروق، مرحبا بك أيمن. مرحبا رازي. مبروك عليك، مبروك للناس الكل، قداش فرحانين، قداش عندنا أكسجين، بوفيد أكسجين حلوة برشا. طبعا بعد نرجع نحكيو بالطبيعة بالطبيعة. الحمد لله، برافو للناس الكل. أمين مرحبا رازي. ما قلت لك البارح، قلت كيما قلت باش نقوم بمفاجأة، والحمد لله الحمد لله جات المفاجأة ولعبنا كيما تصورنا، لعبنا باش نربحوا مش لعبنا باش نوريو حاجة أخرى. إي فوالا، تكتيكمون معناها تقريبا أحسن من المباريات اللي لعبناها اليوم. هلا بيك كوتش شي بليلي، مرحبا بيك. مرحبا. أنت اليوم عملت جو على الماتش، خاصة الوقفة نتاع ليكيب، ديسيبلين، الانضباط التكتيكي اللي كان اليوم في الميدان، يظهر لي هذا اللي حبيناه يكون موجود في المنتخب. بارك المنتخب التونسي وديما بالفجعه احنا لا محاله، اما برا بركه ما يسالش. بارك المنتخب التونسي، وكما قلنا مره اخرى اللي هنا معكم انتم، قلت انا ديما كان تبدا من الويتيام دو فينال حتى تظهر لافالور نتاعك ويتيام دو فينال. كما تحكي انت اليوم نجحنا برشا في اداره المباراه. ان شاء الله ان شاء الله ننجحوا في المباريات الاخرى توا اللي جايه. بطبيعه الربط المباشر مع الكاميرون مفتوح اذا كان معنا محمد علي بوزقرو، والا طبعا سفيان الوج اذا كان عندنا زاد توا معاه اتصال فناخذوه، هو متواجد في وسط الشارع يذهل لي وقال لي ثم فرحه كبيره في الشوارع وفي القهاوي، حاسيلو اليوم يذهل لي نعرفك اللي عرفتك اللي وين كنا وين صبحنا، راه شكون اللي معنا؟ بوزقرو برا نمشيو بوزقرو برا يا بوزقرو. محمد رازي 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 معاك. اي خذ دقيقة مع سفيان، خذ دقيقة مع سفيان وارجع لي، ما تطولوش برشا. اي خذ دقيقة وارجع لي. انا معاك مازال سفيان، نعرفك انا عندنا نجم ناخذ سفيان ولا لا؟ حاضر سفيان، يقول له حاضر روحوا عاد سفيان، خلينا ناخذوا الفرحه. باهي برا نمشيو ناخذوا البونت اللي سجلوا اليوم يوسف المساكني، اللي حقيقه معناها ما نعرفش انا ريان ادير. ريان ادير خط راسها ميعملها كان مساكني. برافو برافو بون كونتيست امين. هو تراش انه يوسف نجم نقول نجح البلان دو جو نتاع الاطار الفني جلال القادري، نباركوا له هو كيف كيف ان شاء الله يظهر لك باير. نقول انا نجح من الناحيه الهجوميه، يعني من البريمير ميتو كنا نلوجوا باش ما نخسروش كره. اكثر ملاعبي وشفناه في البريمير ميتو انتي با على الكلوار جوش كان الكترون ليبر، شفناه على اليمين شفناه على اليسار شفناه وراء الجزيري. شوف حتى لي فور ديفونسيف اللي عملوا يرجع. يلا ناخذ بوزقرو وانا نمشي لبوزقرو. تفضل محمد علي. ايش 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 رازي نعيم سليتي، مبروك نعيم. سانسيرمون ماتش هيستوريك اليوم ليكيب ناسيونال، رغم الكورونا رغم التعب رغم كل شيء، برشا كلام تقال كنا قاسين معاكم صحيح، اما اليوم كنتوا رجال سور تيران. اول شيء الحمد لله رب العالمين. اونيتمون اون لو سونتي خويا دوبوي دو جور كون فويي توت لي شوز كونتر نو. هيير جي بارلي افيك لي جوور، جو لور دي ان شاء الله اون فا لفير. Il faut avoir juste confiance, pas avoir peur, être comme on est. Et Alhamdoulilah, on dédie cette victoire à tout le peuple tunisien, à surtout les joueurs et le coach qui n'ont pas pu venir. Une grande pensée pour eux. Et on a encore montré que dans la difficulté, Nadja bien. Comme je vous ai dit en 2019, Fama équipe et Yam le Majmoua, 9 points, ou Yokhrej fait le 8e de finale. Nahnadim fait le Majmoua. Mouchne Kouaïsi, Mouchne fait l'herbe un peu en difficulté. ميك النيفو تطلع نحن ونطلع المستوى انا والحمد لله. عندنا برشا وقت باش نرتاحوا باش نزيدوا نمشيو لبعيد في الكوب دافريك نعيم. ان شاء الله لوبجيكتيف سي لو ميم، لوبجيكتيف سي لو ميم. تو فما جو بونس بوركينا فاسو سي سا؟ بوركينا فاسو. ايكيب باهي محترم وان شاء الله نطلع النيفو انكور بلوس كو اجوردي.
et l'objectif est toujours le même, inchallah, on rêve d'aller au bout inchallah. جمعة صعيبة، شنو هو لو ميساج اللي كان يدور ما بيناتكم كملاعبيه، مرض وتعب وكل شيء، شنو كنت كيفاش كنتوا تحكيوا مع بعضكم؟ نحن سورتو ابري جو تكاش با بوكو دعاء، كونفيونس ان الله عز وجل الحمد لله، اي كونفيونس ان نو، كونفيونس ان نو اون اي لا تونيزي راهو. Et il faut que vous compreniez tous, on est la Tunisie, on est une grande nation de football. Même dans la difficulté, on a besoin de tout le monde. Et on a encore montré une fois, dans le temps un peu difficile, Alhamdoulilah, on revient, on est heureux pour tout le peuple, le Twins. Et salam à toute la famille aussi, à mon papa qui doit être fier de nous, Alhamdoulilah. سمعتك الكلمة محلاها يا رازي، on est la Tunisie, أحلى تونس. محلاها نعيم السليتي ومحلى كلامه. وحقيقة شيء يشرف معناه كيفاش يقول لك ومحلى إيمانه. معناها ويقول لك كلنا متضامنين وكانوا متاكدين معناها اللي هما مش ينوروا كره القدم التونسيه، ويقول لك احنا رانا فريق كبير، احنا رانا تونس ماناش اي واحد، فهمت؟ هكا اجابه لك الصحافي اللي يحكي البارح هذاك، فهمت؟ والله يعطي الصحه، برافو برافو برافو، معنا ما نقولوا له معناها كي تسمع كلام كيما هذا. صحة القائد هو مع الخزري ويوسف المساكني في ليكيب ناس، هل هذا هو الديسكور اللي نطلبه؟ واللي كان بعيد عليهم شويه وخاطر كان عنده كوفيد، راجع من الكوفيد، راجع من السليتي. نربط مع اخر كلام قاله الكوتش هاب الليلي على يوسف المساكني اللي هو كان لاعب براتيكمون الوحيد في الشوط الاول، نجم يشد الكره في ساقيه، يرتح اصحابه، يتومبوريزي، يمشي يمين يسار في الوسط. من بعد مع الفريشور فيزيك في دوزيام ايتون وقت اللي هبط نعيم سليتي، شفنا نعيم سليتي عمل نفس الرول نتاع يوسف المساكني في الشوط الثاني، استحقيناه بالكدا بالكدا. برافو نعيم سليتي، برافو ليوسف المساكني. الكروشي وقت اللي نحب نعلق على البونتو، الكروشي هذاك وقت اللي نعاودوه نعاودوه، ذكرني في الكروشي اللي عملوا كونتر دزير في 2013، قلت هذايا بونتو استنيته باش يشوطها اون رولي، اما مشات قويه اونتر لي دو ديفونسور وغلطت الحارس. خاطر صعيبه، مش اي ملاعب نجم يعملها هذا، مش اي ملاعب. فرحة من وسط البلاد هذايا، وصلتنا تصاور هذوما توا. لا كوبر ميسالش اليوم، سامحوهم بالله، لا كوبر في لا حد شيء يا خويا، خلي العباد تفرح، خليوا العباد تفرح، شوفوا كيفاش هاك الفرحة هذايا. ما تشريش بالفلوس يا خويا، خليكم تسمعوا، هاي نعيشوا الأجواء. باهي باهي، فرحانين فرحة في هذايا وسط تونس، هذايا في لافايات يظل، أمامكم الفرحة طبعا في وسط البلاد، هذه هي الجماهير خرجت طبعا يعبروا على فرحتهم، أكيد أنه هذايا متواجد في كامل أنحاء الجمهورية، الناس باش تخرج بصفة عفوية وباش يخرجوا طبعا يفرحوا للانتصار العظيم هذا لتونس. حقيقة نرجع الثقة في شعب كامل، معناها الناس كل أيست، وتعرفوا احنا كي المنتخب التونسي يلعب بالكورة ولا أي منتخب يشارك، وكي تبدا هكا الأمور مش ماشية ونخسروا مع فرق ضعيفة، واحد المورال نتاع الشعب الكل يتيح. نرجعوا هكا بانتصار كيما نتاع اليوم، نرجعوا لبلاصتنا، لأن نرجعوا لبلاصتنا نعرفوا رواحنا اللي احنا معناها في الكورة على الأقل خير برشا من المردود اللي وريناه في الدور الأول. راك أنت أزحت نيجيريا. نيجيريا اللي كانت راهي الناس الكل حاطتها أني باش تمشي يعني تكون في النهائي. مع يعني ماتش إكسبسيونيل، يعني الناس الكل صحيح، الناس الكل تنرفزت، الناس الكل على المردود الأول يعني في المباراة الأولى. الناس الكل على أعصابها، لكن في الأخر برهن الفريق انه هو اللي يرسم البصمه على الشعب التونسي في المومو هذا اللي تمر به البلاد. ان شاء الله ربي هكا يكمل الفرحه هذه ولا يقطع هنا، ونصور انه توا بالبال اللي عملناها هذه باش نمشيو لبعيد ان شاء الله. رازي تسمع لي غران جوار لي ستار نتاع الفريق افريقيا الكل شنو يقولوا على تونس، فما شكون يقول هذوما باش ما يعرفوش تونس، وقت لما يتكلموا على تونس يقولوا ستين جروند ناسيون دو فوتبول. البارح الحاج ضيوف قال سي ليتالي دو لافريك، سي ليتالي دو لافريك، سي ايطاليان دو لافريك، معناتها افكتيفمون. الور قبيله وقفت على كلمه نعيم السليتي، وي نو سوم لا تونيزي، معناتها يقول فيها افيك بوكو دو فيغتي وبرشا قناعه، اللي وكما قلنا احنا قبيله
راهو فما دي غراند ناسيون دو فوتبول حتى في الكوب دي موند ما تراهمش في الفاز دو فاز دو بول، تراهم ابارتير من خروج المغلوب بعد الفاز دو بول. وي اون اي باسي ا كوتي من الفاز دو بول. رازي بارا مشيو بوزقر، مشيو غادي بوزقر. رازي تفضل تفضل محمد علي. هاي ايش ايش رازي بليل مبروك انتصار كبير كما كانوا يحكي رازي في البلاتو توا. اليوم رجعنا للبلاصه نتاعنا وكما قالها توا لو غران بليل اليوم. والله الحمد لله يا ربي فرحنا الشعب التونسي اللي كان ورانا، كنا رجال معناتها. كما شفتوا اليوم الاولاد كانوا مرضى بالكورونا ما ترينيو حتى سيونس وجاو عاونونا. الحمد لله يا ربي فرحنا الشعب التونسي اللي كنا في المستوى، والحمد لله يا ربي الحمد لله. ليه شفتك تبكي بعد الماتش؟ والله من الفرحة أخويا، من الفرحة الحمد لله يا ربي. واحد غصة وتعديت كما يقولوها، عطي ما عنده. قص شوية مسيلش طبعا، احنا في بث مباشر نرجعوا. الحمد لله توانسة دي مرجيل خويا، مرسي توانسة دي مرجيل الحمد لله يا ربي. فرحنا الشعب التونسي، نصور اليوم باش يبداو شيخين في تونس، وهذيك هو الأوبجيكتيف نتاعنا. لازم نرجع معاك في انتظار شو بيت اخرى. باهي مش مشكل، حبيتك تقول راهو شهاب الليلي معنا في البلاتو يسلم عليك. كان تنجم تاخذ ملاعبي من نيجيريا خذ زاد محمد علي، خلينا نشوفوهم شنو رايهم في المباراه وكيفاش يقيموا مردود المنتخب الوطني التونسي اليوم، خاطر كانوا حاطين والحمد لله هما كان في معناها في بالهم اللي كونوا مش تكون مباراه سهلة وترشح مضمون 100%. هذا دليل جديد انه جمهور رجوان الكوتش بليلي انه اللي يعمل اكثر عدد من النقاط واكثر فوز في البريمي تور هذا ما يعني حتى شيء. شفنا فرنسا في الاخر كملت معناتها هزت كاس العالم في 2018، عملت بريمي تور متوسط جدا وانتقادات كبيره ياسر. ثم حاجه نحبهم يعرفوها الملاعبين الكل اللي راهو على قد ما ثم انتقادات، على قد ما الانتقادات هذيك وراها محبه وراها عشق لليكيب ناسيونال ومحبه للجوهر، على قد ما فما انتقادات من الفيسبوك ومن الجمهور ومن الشارع الرياضي بشكل عام، على قد ما الانتقادات هذيك وراها محبه وانفيو. هنا شفنا العبيد اللي خارجين للشارع، شفناهم اليوم، شفناهم قبل في البطوله العربيه، وقت اللي فات البطوله العربيه الناس الكل قلنا نقعدوا في الاسبيري بوزيتيف، ما نعرفش شنو اللي صار من بعد، شبيس استقالات ومشاكل وعارك ورجعنا للبوان زيرو. لا لازمنا نحافظوا على الاسبيري بوزيتيف هذايا، زادت عندنا جمعه كامله نحضروها الماتش بوركينا فاسو، مازال بكري عليه نحضروا له ترونكيلمون. رانا معاهم صحافه، جمهور، ملاعبيه، مدربين، رانا معاهم. هذه الحاجه لازمهم يعرفوها، فماش عارف شنو يعملوا دي رياكسيون كي ماركي ولا يجاوبوا والا لا. راهو ذاك الضغط اللي تعيشوا فيه، راه زاد الضغط نعيشوا فيه نحن هنا في تونس. وبربي التماس امان الاعوان الداخليه السنه الليله طفيوا شويه الضوء على الخطيات نتاع الكوفي نتاع الكوفر فو ما يسالش اليوم معناتها التماس. سيبوا سيبوا لا لا اكيد انهم فاهمين الوضع وهما بيدهم فرحانين بالفوز نتاع المنتخب التونسي. ريتو قبلك الصور حابين نوريكم، ملاعبيه المنتخب النيجيري ما يحبوش يصرحوا، رينيهم خارجين معناها ما يحبوش حتى يخزروا للصحافيين، اكيد معناها بالنسبه لهم نكسه كبيره ياسر معناها بالنسبه لهم. هكا ولا اكيد ما كانش في بلادهم يلعبوا بريسك هما معناها عباره خسروا في نيجيريا مع تونس. رازي ديسبسيون كبيره برشا، سورتو انه منتخب نيجيري كان فافوري على المنتخب التونسي. شفناها احنا من لونتام دي ماتش كيفاش انصدموا بالوقفه الصحيحه للاعبين المنتخب التونسي، وشفناهم كيفاش ولاو ماخذين الحذر نتاعهم انهم باوزي باش يمشيوا ويقدموا القدام كما شفناهم في المباراه اللي فاتوا. مع مرور الوقت لقاو صعوبات كبيره برشا، واحنا فريمون شيء يعمل كيف حتى لو كان اليوم نتصور بالروندمون اللي قمنا به اليوم، باللونجاجمون، بالقرحه، بالرجوليه، كل كرة نقاتلوا عليها، حتى لو كان الريزلتا ما انصفتناش، الناس الكل باش تكون فرحانه برشا بالمردود اللي قام به. لازمهم زاد الاولاد يعرفوا، هذوكم اخواتنا واخواتي انا يعني عشره عمر، يعرفوا انه الواحد وقت اللي يعدي يعمل ماتش كبير كيما هذايا والليماج هذيك راهو ما يلومهم عليهم حتى حد. برافو. يعني كان بعد رازي نحكيو في التفاصيل نتاع الوقفه. بالطبيعه باش نحكيو، مالا شنو هي تفاصيل الوقفه والاختيارات ايه سيرتو انه كيفاش الوقفه يعني لاسبي ديفونسيف اللي الوقفه نتاعنا الدفاعي، تنشيط الدفاعي، تنشيط الدفاعي. كي تشوف انت اليوم تخرج يعني للحظه هذه تخرج بزوز عن اللي هو اللاكس نتاع المنتخب
فريمون سي لا كلاس سي لا كلاس. اما برافوز ده المنتصر الطالبي سي لا كلاس. منتصر الطالبي حقيقه معناها بارك الله عليك اكتشاف كبير اكتشافات الزوز لا لا بليل هذاك متفاهمين فيه نعرفوا اما منتصر طالبي معناها حقيقه جدا كبير ترونكيل كل كره ياخذها بضخامه عرفتك المدافعين اللي ذكرونا قبل نتفرجوا في المدافعين اللي تلقاه عنده انتليجنس كبيره برشا يلعب بذكاء برشا ما يعملش اخطاء كبيره كل كوره ياخذها يعني يقرا اللعب ويعطي كونفيونس يعني لاصحابه في تاريخ شوف خروج الكوره واللي باس وراه هذا يرجع زاد سي شهاب تعرف انت في السيرتو في اللاكس اللي هي كوميونيكاسيون بين الزوز لاعبين كي تلقى كونت كبيره اي محمد علي يا رازي تفضل محمد علي رازي تفضل تفضل وهبي مبروك انتصار كبير اليوم لتونس واليوم سانسيرمون رجعت تونس لبلاصتها مالغري الكوفيد Ouais, c'est vrai qu'on combat beaucoup de choses en ce moment. On n'a pas beaucoup de choses pour nous, mais voilà, contre une grande équipe où on était annoncé perdant dès le début par tout le monde, on a montré qu'on avait du caractère, qu'on était une grande nation, un grand pays du football, et qu'on devait aussi nous respecter. On est conscient qu'on n'a pas tout bien fait dans les matchs de poule, mais voilà, c'est les aléas d'une compétition. On monte en puissance, il y a beaucoup de choses contre nous, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Je sais que voilà, les gens aiment bien dire qu'on trouve des excuses. Pas du tout, nous on se cache derrière rien. On a vu que ça, on avait un groupe qui était solidaire, soudé. J'ai une grande pensée aussi pour ceux qui sont à Douala, qui sont enfermés et qui souffrent parce que c'est pas évident. Donc très content en tout cas. Je voulais te battre le match Lyon par rapport aux autres matchs. Déjà on a un terrain qui est dans de bonnes conditions. Physiquement, on monte en puissance. On n'a pas eu une préparation qu'on aurait voulu faire. Pas de match amicaux, c'est compliqué, mais voilà, on monte en puissance, on est content. Maintenant, il faut continuer contre le Burkina. Merci, merci, Wahbi. Félicitations. Razi, اقعدوا معايا. خاويني وناخذوا عصام الجبال يا. ايه ناخذوا معاك. خلينا نعيشوا معاك اللايف يا. نعيشوا معاك اللايف يا محمد علي. باش نسمعكم عصام قبل ما نسألوا انا. تفضل. ماتش باهي رجع ثقة الناس فينا. ونعرف اللي الشعب التونسي الكل فرحان بالفيكتوار هذا. اتحادكم اليوم تلاقى في دلال وهبي يقول يعطيكم الدعم معنوي كبير. بيان سور انه نخلط مع اصحابنا اليوم ونعاونوهم كما قلت تعدى مش ساهل تعرف توا بالنسبه لي انا واحد من الناس عندي 9 ايام ما عملت حتى شيء الوضع كان صعيب برشا مي وقفنا مع بعضنا نعرف اللي فما مازالوا اولاد الاخرين مازالوا ما خلطوش ان شاء الله ربي يشفيهم. عندهم الوقت ان شاء الله باش يخلطوا ابريتو ناخذوا الكل مع بعضنا الكان مش ساهل وبيانتو ما ظهر لي ماكش باش توصل للكان بسهوله عصام رجوعكم انتم والمجموعه ان شاء الله نجموا نحلموا نمشيو باي ان شاء الله بيان سور شوف من الاحسن ناخذوا كل ماتش وماتشوه اليوم كان ماتش صعيب الناس الكل كانت تتصور ان نيجيريا معناها خير منا برهنا الناس الكل اللي عندنا كيب واقفه اليوم عاوننا بعضنا الاولاد الكل كانوا رجال كما قلت مش ساهل ما ناخذوا كل ماتش وماتشوه عندنا جمعيه باهيه برشا وان شاء الله جاي خير عصام جيت معاكم في الطياره اليوم سانسيرمون سيتي با فاسيل نص ساعه من دوالا لليوندي وبعد ساعه ونص وصلتوا في القايله وعندكم قداش من نهار ما ترينيتوش وتلقاو رواحكم اليوم سور تيران وتجيبوا ماتش كيما ماتش اليوم ضد نيجيريا سانسيرمون نتاع رجال حقيقة ما نحبش معناها ما نحبش نبكي مي الأوضاع كانت صعيبة برشا الفريمون اللي تعدينا به كان هذا مش ساهل مي على خاطر بلادنا كل شيء هون الحمد لله اليوم صدقني كي جات معناها الريزلتا اللي احنا نيجاتيف معناها صدقني الفرحة جامي علاش قلت لي ما نحبش نبكي خاطر تعدينا به مش ساهل مي على خاطر بلادنا هون على خاطر بلادنا وعلى خاطر اليوم ورينا معناها الأولاد الكل كانوا رجال وإحنا خلطنا اليوم باش نعاونوهم كاو هي ابريتو هيك الكره اوني لا عاوننا باللي نقدروا ان شاء الله جاي خير ميرسي ميرسي محمد علي سمعت عصام شنو قال الناس ما فيك الناس ما فيهم تبارك الله هذاك الكلام اللي نحبوه هذاك نحبوا نسمعوه كنا متاكدين انا من رجال عندنا غاديك في الكاميرون والحمد لله رجال وكذلك معناه ماذا بيك تسالهم كيفاش عاشوا خاصه فتره الكوفيد وهما قاعدين بعاد على المنتخب وما نجموش معناها لا يترينيو لا يحكيو مع اصحابهم معناها ومع زملائهم في المنتخب كيفاش عاشوها الفتره ذي ماذا بينا نعرفوها اي اي
هاي هاو نيجيريا هاي هاو المدرب هاو مدرب المنتخب النيجيري يا رازي كوتش هاو دو يو اكسبلين ذا لوز تو تونيزيا توداي يس وي لوز تو تونيزيا اتس كوايت انفورتونيت وي دينت ديزيرف تو لوز سمتايمز ان لايف يو دونت جيت وات يو ديزيرف But again, the Tunisian team is very compact, technically and tactically very good. They worked hard. They had only one chance, and then no, they had two chances, one in the first and second half. We didn't close down well enough on time, and then we paid for it. But even at that, we got a red card. We're still very much in the game. We had a lot of opportunities to score goals. In fact, two clear-cut chances. It just wasn't to be. Congratulations, Tunisia. We'll go home and regroup and plan for the future. هاي رازي هاك سمعت مدرب المنتخب النيجيري شنو قال زوج انت الانجلي هاو كان نسال وانت ترجم يا رازي في انتظار يظهر لي تخاف في انتظار يلتحقوا بينا بقيت الملاعبين يظهر لي يتفرج في ماتش اخر مدرب تاع نيجيريا غوفان خاطر قال لك معناها هو عنده فرص عديده وتونس جاتها فرصة واحدة وهما جاتهم مرتين درشنية وعملوا عديد من الفرص أما قال تونس لعبت اليوم فيري كومباكت معناها لعبت البلوك وسكرت عليه هو بيدو ظهر فيه تكتيكين ما لقاش الحلول يمكن ما عرفش تفاجئ بالرسم التكتيكي نتاع المنتخب التونسي اليوم وخاصة سكرنا على الكولوار برشا معناها ما لقاوش رواحهم اليوم المنتخب النيجيري وتقريبا الخطه اللي الناس الكل كانوا حبذوها يعني حتى في البلاتوات كوسوا انت يمين ولا المره الاخرى كوتش ولا وليد ولا حتى علي يقول لك يلزمنا سكروا لا زون لا زون لا زون ونهزوهم الماكسيموم معناها نو احنا ننوموهم مش هما ينومونا ونمشيو في عقلنا ما نزربوش ومن بعد كي تجينا غدره معناها ولا حاجه كيما هذيك نقدموا ماتشونا ونروحوا هذا اليوم هو. اليوم احنا اللي فرضنا نسق اللعب على نيجيريا مش هي فرضت نسق اللعب انت نسق اللعبك الفوريتم نقول واحد فوريتم عملنا احنا الفوريتم دو الحاجه الباهيه اللي انا شفتها انه اليوم خاطر كان ليا زاد اتصال مع جلال القادري L'état d'esprit اللي ظهر به البارح في الكونفيرونس دو بريس ظهر بكو دو سيرينيتي بكو دو كالم جلال ايه حتى ردة الفعل نتاعو مع الجورناليست النيجيري شكرناه البارح هذاك الكل شفناه اليوم في التيران معناتها إلى ترونسفيري خاطر راهو الملاعبي ام دي جران جوار لعبوا لو نيفو يمشيو على شكلة مدربهم بالضبط ليتا ديسبري نتاع المدرب معناتها لو كالم ولا سيرينيتي نتاع لونترونور تعدات للملاعبيه وشفنا اليوم ملاعبيه يغلط ليقول المنتخب التونسي اليوم دافع فقط او دافع في العشرين متر لا احنا دافعنا في وسط الميدان كانت عركه عركه في وسط الميدان عركه كبيره اي معناتها احنا دافعنا في وسط الميدان ان دو اون سي با كونتونتي باش ندافعوا فقط ونطيشوا الكره نو حاولنا نمسك الكره خاصة راهو في دقيقة وقت دخل السليتي حتى قبل ما يدخل السليتي بشوية شدينا برشا كورة وطلعنا برشا كورة يافي حتى قبيل نتفرج انا وايمن يافي دي زوبورتينيتي فرص باش نعملوا الهجمه السريعه اللي تتحط في الاسباس ما حبيناش نعملوهم علاش وي وي محمد علي برمشي يا راس وي محمد علي هاي يا راس اسامه الحدادي اسامه مبروك ساعه انتصار كبير برشا للمنتخب الوطني التونسي شنو اللي عمل الفريق في ماتش اليوم والله كنا هايبر موتيفي الحقيقه كنا هايبر موتيفي سورتو حكينا مع بعضنا شفتوا انتم معنا لي كونديسيون اللي عايشين فيهم بلادنا مستحق الفرحه الشعب التونسي مستحق الفرحه هذيا نحب نقول لهم حاجه برك ان شاء الله الفيكتوار هذه تقربنا لبعضنا نزيدوا نحبوا بعضنا اكثر ونزيدوا ندوزوا مع بعضنا مش نمشيو في 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 باركور باهي وباركور كبير وان شاء الله نفرحهم ان شاء الله احسن حاجه انه نحن كي نشوفوا جمهور تونسي فرحان ويبعث لنا كالميساجات تاع الفرحه. اسامه انت من الملاعبين اللي تعديت بالاكسبيريونس نتاع الكوفيد، كيفاش عشتوها البريود هذيك؟ الحقيقه معناها صعيبه برشا باش تلعب ماتش في نيفو عالي وما تترناش بوندون 8 جور ولا 7 جور ما تترناش، دونك تخرج من العظم تخرج من القلب وهذاك اللي صار معناها ليكيب ناسيونال مستحقت لك اليوم يلزمك تكون بري 100% مهما كانت لي كونديسيون. يعطيك الصحة أسامة رازي لحظات وتو ناخذوا معنا سيف الدين الجزيري مازال حط الميكرو محمد علي هنا معك نقعدوا معك أنت حط الميكرو من بعد أسأل كي لا 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 مازال تو يجيو ناخذوا حدنا مازال
ميسيلش ميسيلش ناخذوا واحد تبتخ وحدك ساي بيه ميسيلش اسمع خليه صور من الملعب خليه صور من الملعب كان ينجم طبعا محمد علي الكاميرامان ياخذنا شويه الاجواء نتاع الملاعبيه نتاع ايوه وهذا سيف الدين الجزيري قاعد يصرح لعب ماتش كبير اليوم سيف الدين الجزيري زاد كله امين كما قلت قاعد في نسق تصاعدي قاعد ياخذ في ثقه في روحه راهو بتتر الناس تشوف في بعض الاوقات اللي يحكموا على المهاجم بالاهداف لكن في ثم خدمة أخرى. فور اللي يعمل. معنا. معنا. معنا سيف. سيف مبروك انتصار كبير اليوم للمنتخب الوطني التونسي وانتصار متاع برشا قلايب بنشوف فيك في التيران في آخر الماتش في الأخر معناتها على الأخر من العظام تجب. ولدي ما عندنا حتى أدنى ربع زي هذه بلادنا نلعبوا على الوطن متاعنا ما عندنا حتى أدنى ربع زي. الحاجه اللي تقلق اللي هي الناس تشكك في وطنيتنا وفي حبنا للانتصار احنا جاوبناهم اليوم سور تيرا وقد ما يزيدوا يمسونا قد ما نحن نزيدوا نقوى صيف البارح بصراحه خرج برشا كلام اجواء ماهيش باهيه في مقر اقامه المنتخب ملاعبيه تعاركت مع بعضها شنو هو الصحيح من الغال اي اللي قال تعارك وشكون اللي تعارك مثالش يخرجوا بالاسم شكون تعارك هذو ما يفكروني كيما القناصة اللي خرجوا في 14 جنف وخيان نعيشوا مع بعضنا نحبوا بعضنا حتى باش نحكي توا على الكا اللي صارت ما بيني وبين حنبال حنبال خويا صغير وما صار حتى شيء وما صار حتى موضوع وخيان نعيشوا مع بعضنا وبإذن الله إن شاء الله نكملوا نوصلوا البعيد بإذن الله ياسر محليهم شو معناها الحديدي يقول لك بلادنا مستحق الفرحه الشعب التونسي مستحق الفرحه سيف الجزيري يقول لك معناها حابين نظهر وثم عبيد شكت في الوطنيه نتاعنا احنا لعبنا من اجل البلاد وحابين نوريه معناها اللي احنا نلعبوا بالوطنيه ونلعبوا بالقلب ونلعبوا بكل شيء رجل المباراه يوسف المساكني طبعا الف برافو ليه اليوم حقيقه يوسف عمل كل شيء ما تعطيك كان البلوس اما اللي يوجعك هو تجريح فهمت احنا اكبر من الشيء هذايا ما نجموش نرجعوا على العباد بالخايب يقعدوا توانسه رجعوا سورتيرا وان شاء الله يا ربي يد واحده الناس الكل ونمشيو البعيد ان شاء الله. يوسف اليوم جاوبتو سور تيران وسانسيرمون انت عندك مده قاعد تجاوب من اكثر الملاعبيه يمكن في الوقت من الاوقات تعرضت للنقد ومن اكثر الملاعبيه اللي قاعد تعطي للمنتخب وفي كل مباراه حاسمه كيما هكا نلقاوك موجود ونلقاوك حاضر. الحمد لله واحد راهو ما نتصورش كان يبخل على المنتخب بقطره عرق معناها واحد كيهبط للتيران يحب يفرح العباد يحب يفرح الشعب التونسي. شو نقول لك؟ واحد يخدم على روحه. وان شاء الله الانتقادات هذايا واحد يزيد قويه ينقصوا شويه من التجريح هكا ورانا توانسه ورانا نحبوكم وان شاء الله واحد كما قلت يكمل في البرفورمانس هذايا وان شاء الله ديما يعطي المنتخب التونسي وكان واحد يحس روحه ما عادش ينجم يعطي راهو ما تصورش باش يكون موجود في المنتخب التونسي اليوم ان شاء الله يا ربي نسترجعوا اصحابنا من الكوفيد وتكون عندنا جروب كالعاده سوليدير ورانا مستحقين للناس الكل للجوارات اسروا على هدف محمد علي ويرجع لنا سي منظر ومستحقين للشعب التونسي كالعاده يكون في ظهرنا احنا جنود الوطن وان شاء الله يا ربي يكونوا في ظهرنا رانا محتاجينكم البونتو يوسف احكي لي على البونتو والله البونتو ملي كانت توش قعدت نعيط للدراجر من غادي باش يغزر لي شافني عطاه التوش وخذاها وديريكت مدالي مشيت ان كونتنا اقعدوا معايا رازي بالنسبة ليوسف مسكني ريكور عملوا سبع اهداف في عندنا الريكور بعد نحكي عليه
هاكا سبعه مشاركات في نهائي امم افريقيا، سبعه اهداف، هو اول لاعب عربي يسجل في خمسه نهائيات امم افريقيا. علولو التحق بينا. شنو كنت فرحان في الشارع؟ كنت معاه من جميع كنت فرحان في الشارع. ها؟ دربويت وواحد تشارك فيه في الفرحه؟ كنت فرحان. هيا بيه هيا بيه. تفضل تفضل محمد علي، انا معك. لحظات باش ناخذوا عيسى العيدوني اللي زاد من احسن الملاعبيه اليوم سور تيران، خاصه وقت اللي تفرج في المباراه من المدارج وتشوف قداش جرى اليوم الملاعبي هذا وقداش فك كرات فريمون ماتش باهي برشا عداها عيسى اليوم، وبرشا قلايب وبرشا جرينتا. هاو لحظات باش ناخذوه معانا. عيسى 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 et essayer de marquer justement ce but pour pouvoir nous libérer et après justement comme après créer les espaces etc. donc voilà. Ce but il arrive au meilleur moment. Au meilleur moment, c'est vrai qu'il nous fait du bien. Il nous ramène un peu de peps, je pense. Et voilà, très content du résultat. Mais comme je dis, restez humble, concentré. Le plus dur reste à venir. Issa. عيسى مبروك، ان جرون ماتش اليوم. وانت واحد من الملاعبيه اللي نتفرج فيك اليوم سور تيران، جريت برشا ولعبت برشا قلايب، وبعد عندي اون ديزيام كيستيون نسالها لك ونحبكم تسمعوها يا راز. واي جو بونس كو سيتي امبورتون دو لا كيستيون سي لي زوم اي تو جي بيان كومبري. فوالا سي سا كومون ان ماتش بلان سورتو بور توا اجوردي. وي فوالا جي بيان كومبري. نو وي سي كلير كو سي كلير كون افي ا كور دو فار ان بون ريزولتات. Je pense que ma performance personnelle passe après le résultat collectif. Je voulais vraiment donner le maximum pour mes coéquipiers, pour le peuple, pour la nation. Ça a été fait, on est satisfait de cette qualification. Mais comme je dis, il faut rester humble, concentré sur les prochains matchs qui arrivent, car ça ne va pas être difficile et le plus dur reste encore à venir. Tu te rappelles de ton message pour le journaliste nigérien? Tu te rappelles de la question? Bien sûr que je me rappelle, après ça avait parti. Tu peux le répondre maintenant? Non, après... Comme je dis, faut rester humble. Est-ce que c'était, je pense que voilà, tout le monde nous voyait perdants. Enfin, cette question représentait, je pense, la pensée de la majeure partie des gens. Donc voilà. Après, comme je dis, faut jamais jouer un match, ou plutôt avoir donné le résultat avant de l'avoir joué. On est très satisfait aujourd'hui de notre résultat. Je pense que c'était la meilleure réponse qu'on pouvait donner à tous ces journalistes, tous ces gens en général qui pensaient qu'on allait perdre et même qu'on allait plus que perdre, parce que je me rappelle aussi d'une question qui nous voyait perdre largement. Donc on est satisfait, mais comme je le dis, je le répète et j'insiste, faut rester humble, faut pas s'enflammer et comme je dis, le plus dur reste à venir et on va se donner à fond et continuer à travailler pour pouvoir justement faire de bons résultats et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Merci. راز سمعت كيفاش قال يلزم نكونوا متواضعين وخليوا ساقينا على القاعة. بالنسبة للسؤال الثاني اللي سألته عليه وقتها في الندوة الصحفية، سألهم صحفي نيجيري قال له علاش ما تعترفوش اللي انتوما أضعف من المنتخب النيجيري واللي انتوما داخلين المباراة ما غير حتى حظوظ وما عندكم حتى حظوظ باش تربحوا المنتخب النيجيري. يا أخي جاوبوا قالوا إن شاء الله تقعد تتذكر ان شاء الله تقعد تتذكر الكلام هذا بعد المباراه. وهذاك علاش وقالوا احنا رانا تونس. عيدوني رازي، عيشوا الاجواء نتاع المنتخب توا، عيشوا الاجواء نتاع المنتخب. محليهم ولادنا ومحلى الاجواء هكا طبعا.
يعطيهم الصحة، تبارك الله عليهم، فريمون برافو برافو لولادنا. هذا شنو اللي نحبوهم يكونوا، نسمعوا في كلام ظاهر ميساج تعدى معناها 100% بالنسبة ليهم، كلهم تقريبا عندهم نفس الخطاب، نلعبوا من أجل تونس، نلعبوا من أجل الفرح والشعب التونسي، نلعبوا باش نظهروا اللي احنا باش نجاوبوا الناس اللي شكوا حتى في الوطنية نتاعنا. معناها ظاهر أنه حتى نفسانين ملاعبية حاضرين، معناها محضرينهم الإطار الفني، عرف كيفاش يحكي معاهم، وأكيد الملاعبية في بعضهم زاد كيف كيف معناها حكاوا برشا حكاوا برشا حكاوا برشا، ويقول لك معناها أساميهم يلعبوا على أساميهم، يلعبوا على اسم البلاد، ولا يقول لك كيما البارح العيدوني الصحافي هذاك النيجيري قالوا احنا تونس، راه معناها تحكي في حكايه انت يا ولدي، قالوا رانا احنا تونس، معناها كلامك ما يتقالش. نقطة حبيت زاد نحكي فيها ناحي الصحافي النيجيري، راهو صارت حاجات زاد حتى نحن في تونس في بعضنا، راهو شككنا في المنتخب نتاعنا وشككنا في ولادنا، وشفنا برشا حاجات اللي ما بين قوسين قزمنا بين المنتخب نتاعنا. اليوم الاولاد جاوبوا، الاولاد رجعوا الميساج سير تيران، الاولاد اليوم قلايب لعبوا كونتر نيجيريا، لعبوا الند للند، شفنا الماتش كامل يمكن 90 دقيقه ونحن قاعدين. سامحني بوزقر وبار نمشي محمد علي، شخص عليكم محمد علي يلا معك. واحد اخر من الجلادياتور، الكلمه اللي يحبوها انيس بن سليمان، عدا مباراه كبيره ايضا انيس، ماتش كبير للمنتخب الوطني التونسي، وسانسيرمون فرحتوا تونس كامله اليوم. وي بيان شيخ، حتى احنا فرحانين على الاخر. انا واحد من الناس كي خرجت من الفيستيان بعد ماتش غامبيا، عندي الثقه في روحي، عندي الثقه في اصحابي، عندي الثقه في الستاف، معناتها ما خرجتش بال معناتها ما خممتش في اليوم مش نخسره، ولا ما خممتش اليوم مش نخرج من كوب افريقيا. احنا جايين كما قلت من الاول ماتش اللي جايين باش نعملوا حاجه كبيره، باش نوصلوا باش نوروا معناتها تونس اللي ما جايين باش نفادلكوا. بيان سور ماتش نيجيريا اكيب قويه، معناتها لازم نكونوا كونسنتراسيون، معناتها الكونسنتراسيون لازم تكون 100%، والحمد لله اليوم خذينا 3 بوان تاعنا وتعدينا. ميرسي رازي، باش تقعدوا لحظات وناخذوا جلال القادري. رازي انا معك محمد علي، جلال القادري اليوم معناها تبارك الله عليه على البنك، كما قال توا كوتش شهاب الليلي، معناها كان كالم، كان رايض، عرف كيفاش يتصرف في المباراة، نحسوه معناها عامل ان بلون جو، معناها عامل سيناريوات نتاع المقابلة، بدا معناها بطريقة وكل مرة تتبدل، حسوه في وسط الماتش قاعد يتبدل حسب مجريات قالوا البارح اللاعب هذاك اش قال، هو هذاك اش قال الهدوء والرصانه اللي نعرفوها في شخصيه جلال القادري، هو كشخص مش كمدرب شفناها موجوده في ليكيب ناسيونال اليوم. عندي سؤال، علاش مش ديما هكا؟ الحديد يقول سالوا بوزقار وقالوا شنو اللي تبدل اليوم بارابور الماتشات الاخرين، قال اون ايتي ايبر كونسونتري ايبر موتيفي. يعني معناتها في ثلاثة ماتشات الاولانيين ما كناش ايبر موتيفي، وهل نخشى انه الماتش الجاي ما تكون فما نفس الموتيفاسيون تاع اليوم؟ اكثر من هكا الموتيفاسيون ما تكونش كونستانت، وعلاش الهدوء والرصانه والافكار الواضحه والسيرينيتي اللي شفناها اليوم في ليكيب ناسيونال ماهيش كونستانت على طول؟ تفضل 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 نمشي واي جلال. باهي باش ناخذ نبدا انا نسال سي جلال، ومن بعد كان عندكم سؤالات سي شهاب ولا ايمن ولا علي بعد تقولوا لي السؤالات نتاعكم. احكينا على 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 جنود اليوم دخلوا الفرحه التونس الكل، وبصراحه انت اليوم كنت القائد نتاع الجنود هذوما، كنت رزين كما كانوا يحكيوا توا في البلاتو، عرفت كيفاش تتعامل كما يلزم مع المباراه. سي جلال القائد يبقى ديما هو منظر كبير وهو الربان نتاع السفينه،
نسقت معاه كيفاش كنتوا تنسقوا؟ نسقتوا اليوم في المباراة سي جلال؟ أكيد أكيد كنا ديما كوميونيكاسيون موجودة قبل المباراة، تحكي مع الملعبية خلال المباراة، دونك ما ثماش مشكل من الناحية هذه، ثم كومبليمونتاريتي كبيرة أنا ومنظر، وحتى كي كان معنا عادل عندنا ستاف اللي الحمد لله اليوم نفرحوا إلا نمثلوا الستاف تاع توانسة كله، هذا أهم شيء. بالنسبة للماتش كيف ما حكيت أنت لو ميساج إيتي سامبل، حتى كي حكيت مع الملعبية قبل الماتش كنت قلت راهو اليوم مباريات كيف من هكا بعد الصعوبات والضغوطات اللي عشنا فيهم، دي جوار ما ينجموش يربحوا ماتش، لازم دي كومبيتيتور دي فري كومبيتيتور، وهذا اللي ظهروه. المجموعة هذه مرة أخرى تأكد اللي عندها برشا أنفي، عندها برشا ديترميناسيون، كل وين تحطينا في دي سيتواسيون أصعب شوية كل وين أكدنا اللي احنا قادرين باش نعملوا اون رياكسيون دورغوي. الرياكسيون اليوم كانت موجودة، برشا مريت الملعبية صدقني ما عندكمش فكرة على الأنفي اللي كانت موجودة، حبوا يفرحوا التوانسة، عندنا برشا ريسبونسابيليتي، نشعر بمسؤولياتنا تجاه بلادنا، وهذه ما هي شعبوية، لا عندنا روح كبيرة ونشعروا بالوطنية، خاصة كي نبدأوا خارج تونس نحبوا نعيشوا معاهم ونحبوا نفرحوهم كما فرحونا. أخذ معي سي جلال ناخذ سؤال من الاستوديو بحذنا شهاب الليلي علي الزيتوني. شهاب أي أعطيني أعطيني سي شهاب في ساعة. أي سلام عليه ونقول له مبروك. ترجم لي بابا. نقول معناتها ليتا دي سبي اللي كانت عند جلال البارح شفنا منها اليوم على الأقل 90%. معناتها ممكن يمكن كان الماتش يتلعب شهاب. سي شهاب يقول لك ليتا دي سبري اللي كانت عندك البارح شفنا منها اليوم 90%. الحمد لله قبل كل شيء شهاب نحييه ونحيي الاخيان الحضور الكل، نقول له كل صباح نستنى منك مساج، هو يعرف سي فري اليوم الرول تاع اي انترينور اذا كان يكون في مستوى معين تاع ريسبونسابيليتي لازم يجير بيان البريسيون، يرست توجور دون لا ميتريز. كنا نعرفوا اللي احنا في وضع صعيب، المجموعه كانت محتاجه باش نعطيو ديزونت بوزيتيف، بالتنسيق مع منظر كنا ديما نحاولوا باش نكونوا قراب برشا من المجموعه تاعنا باللاعبين، عدينا دي ميساج تري فور دي ميساج تري بوزيتيف. محظوظين اليوم اللي عندنا مجموعه نشتغلوا معاها من الملعبيه سانسيرمون اللي كل وين استحقيناهم كل وين لقيناهم موجودين، هذا اللي تحبوا تونس، هذا اللي يستحقوا المنتخب، هذا عندنا منتخب بكل امانه فيه مزيج من الملعبيه كونفيرمي من الملعبيه نتاع خبره ودي جون تالون طالعين، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نمشيو في البون سونس. مازلنا ماشيين لبعيد، شنو تقعد التوانسة سي جلال؟ نقعد التوانسة اللي كل ماتش كيما شافونا اليوم باش يشوفونا. الحاجه اللي نحب ما نحبش ان نحكي برشا ولا اللغه نتاعي والمساج يكون بريسي ويكون واضح، رانا نحسوا بهم، رانا نحبوا نفرحوا ونحبوا نفرحوهم، ان شاء الله يكونوا تري بوزيتيف معانا. ما ينجمش حتى منتخب يعمل باركور معناتها سان فات، احنا اليوم براتيكمون هذه تروازيام شيونس في ظرف شهرين ما بين كاليفيكاسيون كوب دي موند كوب اراب، اليوم نلقاو روحنا في كوب دافريك، ما هيش حاجه سهله، نعرفوا اللي ثقتهم والا غيرتهم وطموحاتهم كبيره، احنا نحبوا نفرحوا معاهم. اليوم المنتخب التونسي قاعد يكسب في منتخب قادر يمشي لبعيد، الكومبيتيسيون هذه عندنا ديترميناسيون، عندنا الرغبه الكبيره، جيعانين، نحبوا احنا بيدنا ندخلوا القاب، نحبوا ندخلوا الفرحه، ما نتصورش كان ثم من اقل لاعب اصغر لاعب الاكبر لاعب الاكبر مسؤول، بكلنا عندنا لونفي وعندنا لومبيسيون باش نحققوا لقب تونس ونفرحوا تونس. يعطيك الصحه، شكرا لك سي جلال. رازي نسبير من عند دائما واحنا نحكيو مع واحنا نحكيو واحنا نحكيو واحنا نحكيو سي وديع سيري امشيلو امشيلو كلمه 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 خذوا في اللايف امشيلو سي ولدي امشيلو سي وديع هكا هو قال لك رازي باش تعطي كلمه شافوك في البلاتو سي وديع باهي كلمه بركه مبروك سي وديع سي وديع مصر انه مازال ما يحبش يتكلم توا، قلت واحنا نسمعوا في جلال انا نتكلم في الفينال يا خويا ما نحبش ننساو منظر الكباير ما نحبش ننساو منظر الكبير رازي المدرب زاد اللي خدم برشا مع الفريق هذا وحضر الفريق هذا وتعب حتى هو برشا منظر الكبير ضغوطات وتحذير واليوم زاد منظر الكبير مصاب بالكورونا وكانه الاصابات في صفوف اللاعبين نسيت شويه اصابه منظر الكبير قولوا ان شاء الله لاباس كوتش وان شاء الله يرجع ويكون متواجد في بلاصته وان شاء الله يزيد يقدم المنتخب نتاعنا رازي الحمد لله
المنتخب الوطني التونسي ينتصر من غير لا سحر. ولو انه توا جاني مساج يا رازي من عند الساحر نتاع البارح، تحب نقراه ولا ما غير؟ على خاطر ثم حاجه يا محمد علي ما نحبوش نقولوا عليه بينك انت وبيني انا، والله بديت نشك شويه انا برجوليه بخدمه صحيحه. مش لازم ندخل في التفاصيل، ما تدخلوش بالتفاصيل. بالصدفة قال لي اعطيني الزوز ملا، قال لي اعطيني الزوز ملاعبين والمنتخب بتاعكم اللي تحب نركز لكم عليهم. قلت له انا والله بالزهر، قلت له يوسف اللي مسكني وبشير بن سعيد يا اخي ماك تعرف شنو طلب مني نقولهم ولا يا رازي؟ خلي ما نجي، خلي ما نجي. ها شنو جاوبني؟ توا مازال كي جي المساج رازي من عنده، وهو يطلب فيا حتى مش بالواتساب. بونجور مسيو لو جورناليست، جيسبر كو تو ا فيو لو ماتش اي تون جوور الا ماركي. سي لو ريتويل ايتي ايفيكتوي ايل بوفي ماركي جوسكا 3 بوت. Et le gardien, il n'a rien encaissé comme but. وانا نقول كيفاش الكره الفنيه تاع بشير بن سعيد ديما تقعد في دار فدلك على محلها في قلب فدلك. مزيان شنو خرجوها هذيا للتاريخ بعد. على كل حال كيفاش كانت الرحله اليوم من قالوا من شكرا ليك راسي. كيفاش كانت الرحله من دولا لقالوا؟ كانت الرحله من دولا الياوندي 20 تقريبا نص ساعة، بعد إسكال في ياوندي بنص ساعة، وبعد من ياوندي القاروة ساعة وربع، ساعة وربع تقريبا الفول، ساعة وربع، ساعة وربع كان الفول كان صعيب. طيارة متاع خطوط داخلية لهنا في الكامرون زادوا خوفونا التوانسة المقيمين لهنا، واللي تحية كبيرة برشا ليهم، وجاوا اليوم بأعداد كبيرة، وعندكم الصور. وما هوش رخيصة رازي البيي، بأكثر من 320 يورو تقريبا الشخص، ما هيش رخيصة. ووفروا كما قلت طائرة خاصة وجاوا التوانسة، تحية ليهم والحمد لله، فرحهم المنتخب الوطني التونسي. وما زلنا مواصلين، هذا ما زلنا هوني في قاروة، وما زلنا مواصلين. وتحية كبيرة محمد علي، انت تو عملت زميلي انور المغراوي شفتوا. نعم محمد علي، انت تو مشيت اللمبي فهمني، تعرفنا شوية على مدينة اللمبي، دولا اخذنا منها زادة حاجات، تو انت موجود في قروة، تو نسق، وتو يلزمنا زادة قروة نعملوا فيها شوية جو زادة، ما نقعدوش هكاك، لازمنا في قروة نلقاو حاجات جديدة غاديك. خاصة قريبا نيجيريا. بدينا نحضروا وان شاء الله ربي يسهل فيها، فما حاجات جديدة ان شاء الله. ان شاء الله مازلت فما المفاجآت ديما على التلفزة الوطنية، وما دامنا مواصلين مازلت المفاجآت. وكما قلت مدام انور زاد تحية ليه، انور المغراوي نستنى فيه وقتاش يبرى مسكين خشمه تهرى في النهار، نعمل له بالزوز وثلاثة تستويت، نستنى وقتاش يخرج نيجاتيف. الحمد لله قلت البارح في الليل انور خرج نيجاتيف التيست نتاعه، كما شفتوا الصور البارح الحصرية في القرعة نتاع الدور الأخير للترشح إلى كأس العالم. واليوم أيضا قبل المباراة هوني في الزوميكس، وتعرف اللي ما هو سهل يا راسي. يعطيك صحة محمد علي، برافو ليك وبرافو لأنور المغراوي، وإن شاء الله نواصل نقعدوا مع الصور نتاع قروة، نقعدوا مع الصور نتاع قروة والوصول نتاع المنتخب، وكذلك الأجواء اللي في الملعب. تعرفوا الناس كل اللي قروة معناها قريبة ياسر نيجيريا، كان ثم جمهور نيجيري حاضر في الملعب، كذلك التوانسة تبارك الله عليهم معناها مشاو تحولوا من ياوندي الى قروة، واعطاو كل ما عندهم وشجعوا ووقفوا مع المنتخب، وبرافو لهم حقيقه. ديما توانسه ديما متواجدين في اي مكان
في العالم. نقطة هامة جدا. طبعا تصوير من قروة. في خصوص مدينة قروة، نعرف الماتش الجاي باش يكون نهار السبت الجاي إن شاء الله، يعني ستة أيام، وباش نقعدوا في نفس الملعب، باش نقعدوا في نفس المدينة. دونك مهم جدا، المناخ مختلف على مدينة لينبي، 0% رطوبة مع درجات حرارة منخفضة مقارنة بلينبي. باش نزيدوا نستانسوا أكثر بالطقس، أون فايفيتي التنقلات وكل شيء. اليوم شفنا أرضية الميدان كانت ممتازة جدا للبلوز، شفنا الهوميديتي والطقس اللي أثر إيجابيا على نتيجة على مردود الملاعبية. دونك هذوما نتصور أنهم معطيات مهمين جدا، معناتها باش نقعدوا سير بلاس ستة أيام ريكوبيراسيون في انتظار الملاعبية اللي مرضى بالكوفيد إن شاء الله يرجعونا بالواحد والواحد، ونكون إن شاء الله في ماتش بوركينا فاسو حاضرين معنا حتى نقاس إن شاء الله. بيه شعلنا رابط رابط مباشر سفيان الوج من الإذاعة الوطنية، برا نشوفوا شنو هي الأجواء في الإذاعة الوطنية. أكيد أنهم حاضرين رواحهم، وثم بلاتو وثم تحاليل. تخوف لافايت مش بعد برشا في لافايت لهنا. نشوفوا سفيان. هاي سفيان، أنا معك. مرحبا بك رازي. الأجواء على عكس المباراة الفارطة، أجواء فرحة تقريبا في الشارع على لافايت، الكل خرجت تعرف الكوفر فونس، كل رجعت دوم ما فرحوا شوية، رجعوا لديارهم، وفما احترام تقريبا لحظر التجول. دخلنا الإذاعة تقريبا حافلة، حتى البلاتو متاع المباراة اللي يأمنوا حبيب قويسم وكذلك المدرب مراد محجوب وسامي العروسي خذوا بدلوا البرمجة، معناتها الوقت تبدل، كملوا ساعة أخرى، خذوا من وقت سي عزدين. عزدين اليوم الإذاعة عاشت تقريبا بروغراماسيون خاصة على الماتشات. الإذاعة ملك التوانسة وصورة للتوانسة، إذا الإذاعة متعيش اليوم نبضات التوانسة وفرحة التوانسة وإجابة التوانسة المقاتلين في الكامرون على الناس اللي يتعانوا مع تونس كأنها فقط بطاقة هوية، معناتها اليوم جاوبوا اللي تونس راهي عقيدة، وتونس راهي شعار، وتونس ولو خسر تونس، يعني معقول أنه تونسي اليوم يولي يتهكم على تونس؟ ثم واحد يتهكم على أمه؟ ثم واحد يوصل به الأمر في وسائل الإعلام ولا في المواقع الاجتماعية أنه يحكي على تونس بسكور إيرونيك بالشكل اللي قاعد اللي شفناه؟ هذه بالنسبة لي أنا مرض تونسي. الملعبية بارك الله عليهم جابوا بعرقهم وجابوا رغم الزكام ورغم الكوفيد ورغم السخانة ورغم الارتفاع ورغم الرطوبة، كانوا جنود. شوية ماشي شوية غنية شوية واحد في الإذاعة، مش حاجة اسمه مستحيل بالنسبة لتونس اللي عندها عقيدة اسمها تونس. نشوفوا مع سي عبد اللطيف. لا هذا ماشي شوية غنية عبد اللطيف قلت لي التعب، أنت من جنود الخفاء، قلت لي التعب يتنسى والخدمة بالليل وقت اللي تونس تبدأ رابحة وما فماش حتى مشكل. الحمد لله التعب مخلوف كما يقولوا. الإذاعة الوطنية من الستة نتاع العشية بلاتو سبيسيال للماتش هذا، والحمد لله يا ربي تعبنا ما مشاش حرام وربحنا في نوم، والفايده في الربح، تربح تونس تحي. الطاهر سوسيه التقني اللي لهي بكل شيء، فما شويه غناء، فما شويه جو، فما كل شيء، ما دام المنتخب رابح فما كل شيء. احنا حاضرين امش نلتحقوا بحبيب قويسم وكذلك المدرب. من البلاتو تصويره شويه من البلاتو شكون فيه، وخلينا نمشيو نشوفوا نقاط أخرى زيادة، نقاط أخرى نشوفه. حبيب مرحبا بكم، مرحبا بسامي العروسي وكذلك مراد، سي مراد محجوب المدرب. سامي برشا جو في الإذاعة بعد الانتصار نتاع اليوم. والله ترح باهي، فرح التوانسة الكل إن شاء الله يا ربي يزيد يفرحونا. بون اليوم عملوا قليب باهي، رجعونا المستوى اللي حاجتنا به، مشينا في البريمير بلاس، مشينا في الجروب نتاعنا الاولى، لكن شويه خايبات، لكن اليوم رجعوا واعطاو الفاليور صحيح نتاع الفريق القومي وخرجنا نيجيريا، وان شاء الله نكملوا هكا. حبيب اعطينا شويه جو رازي، جو في البلاتو. مرحبا رازي، مرحبا سفيان. اكيد الشعب التونسي كان في حاجه للفرحه هذه، فرحه بالحق للشعب التونسي كامل. مباراه من افضل المقابلات اللي قدمها المنتخب الوطني التونسي، وانتم في باو الاذاعه الوطنيه اكيد حسيتوا الفرحه مختلفه للزملاء امطار سوسيه عبد اللطيف الاسيل، كلهم متجندين على خاطر المنتخب الوطني التونسي. انا نقول مباراه الثار والحمد لله بالحق، تو نجموا ناخذوا شويه نفس
وعلاش ليه بالحق نحكيه، علاش ليه ما نحكيوش على انه نجموا نرفعوا اللقب سفيان بالحق، فرحه كبيره نستنيناها توانسه كل. والله قالوا لي وجهك مبروك وانت تشد انت بلاتو تربح تونس، يقول لي مش كامل الترنوا الكل ان شاء الله وجونا مبروك. هو سي لبيب صغير ومسؤول على التعيينات، اذا يحب يحطني بتبيع اذا المنتخب التونسي يربح ان شاء الله ناخذ الاستوديو من لينيو فالكان. انا سي مراد ناخذ كلمه من عند سي مراد، انا برشا عليه. سي مراد عشت المباراة اليوم جو كبير بعد الانتصار هذايا، رازي يسهل في البلاتو قول لي خذ لنا انطباعات سي مراد على الانتصار هذايا. انا في سلمان نجم نقول لك اللي المنتخب رجع للتوينس، ما ولا تونس ما تخطر وقت تسمع التصغريت بعد والناس خرجت والعادات نتاعنا رجعت، المنتخب نتاعنا ولا ما فوق الناس الكل تسمع فيا، ما ايش حاب نقول لك، ما وخاصه اللي الملاعبيه اليوم ظهروا وظهر لي انا معناتها كيه اللي التوازن نتاعنا قناه، وهذه من توا مش تبدا الفريق هذه من توا مش تبدا شبدا القلاعه نتاعو فهمتني. في نظري انا معناتها عندنا فريق، انا ديما كنت تقول عندنا ماده معناتها بدا كبيره ما مش مستعمله بطريقه كامله. اليوم معناتها ظهروا حاجات اللي قلت بصراحه انا كفنان فرحت برشا. قول كل صراحه شكرا سي مراد، هذا كان استوديو الاذاعه الوطنيه، مش نحاولوا باش نربطوا معاكم من نقطه ثانيه. شكرا لك سفيان، نرجع